وسهلا بكم هذا اليوم بجولة جديدة من جولات الفيحاء في أمريكا. هذا اليوم راح نزور فنان عزيز على قلوبنا وفنان من المغتربين العراقيين المتواجدين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الفنان أنيس عبد الصاحب، فنان تشكيلي ونحات وأيضا من محافظة البصرة العزيزة على قلوبنا. راح نزوره بالويشاء وايضا راح نزور عائلته ببيته. خليكم ويانا، هاليوم الفيحاء راح تكون ويا عائله عراقيه وفنان عزيز وقدير علينا. خليكم ويانا. سلامات سلامات عطرتك سلامات، قوم السيا هوايرتك سلامات. سلامات أبعد سلامات، ويا الرايح ويا الجاي أبعد سلامات. سلامات سلامات رتك سلامات. مرحبا استاذ أنيس، شلونك؟ احوالك؟ صحتك؟ هذا اليوم انا سعيده جدا انه بهذا الورشه الجميله الفنان القدير أنيس عبد الصاحب. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. نحن سعيدين جدا استاذ انيس نكون هنا وياك في هذا المكان الجميل الخاص بالعمل مالك. هذا اليوم شاهدنا محل او ورشه صياغه وايضا ورشه نحت، مكان جميل جدا. انت فنان وايضا نحات وايضا صائغ ذهب هنا في امريكا. خلينا نتحدث شويه عن هذا الموضوع. الموضوع هو بالحقيقه جزء من عملي الفني، ووظفته بالحقيقة للمعيشة وأكل الرزق. يمكن اختاريت الصياغة لسبب أنه الصياغة قريبة عن النحت؟ هي نحت، يعني أنا هسه جاي أقوم بعمل نحتي، والورشة هي جزء من عملي صب التماثيل وصب الأعمال النحتية، وهذا عمل برونزي. عمل برونزي تقريباً مترين، يحتاج لأفران، والأفران درجات حرارة عالية تقريبا 1300-1350 فهرنهايت. العمل خطر، العمل يحتاج لدقة، يحتاج لسكيورتي، بس أنا أحبه يعني هذا شغلي. أكيد هو شغل قريب إلى النحت، وأكيد يعني النسوان كلها النساء تحب الذهب وتحب الحمد لله المنحوتات بالذهب. عندك زباين نساء كثير عراقيات؟ أكيد عندي زباين عراقيين بالحقيقة ذواقين جدا، ودائما يطلبون يعني أوردرات خاصة، بس هذا الزمن تقريبا شوية ما أقول راح، بس شوية اضمحل بسبب الظرف الاقتصادي. بس عندي زبائن من كثير من الولايات. أنا هسه قبل لا أجي خابرتني وحدة صديقة عزيزة أمريكية عندها أوردر خاص راح تدزه إلي، والحمد لله يعني اللي يشتغل بثقة ويعرفون الناس. ويمكن هو لأن قريب لشغلك كفنان تشكيلي وأيضا كنحات عراقي، أكيد يكون الصاقة أو الذهب أو زغارف اللي موجودة بالذهب قريبة جدا إليك. هو نحت بس قلت لك هو يعني الفن بصورة عامة أنا ما أخذ من عنده زاوية اللي هي زاوية الصياغة، ولا هو الفن عالم كبير وبأجزاء. ما قدرت إنه تشتغل بغير مجال إلا بس الصياغة اللي قريبة جدا عن عملك الفني. ما اقدر انا بعد 53 سنه ما اقدر اجرب غير عمل. ان شاء الله تبقى وتبدع اكثر واكثر. وايضا شاهدنا قطع ذهبيه جميله جدا اشتغلتها هنا في هذه الورشه الجميله جدا. شكرا. Thank you.
الأستاذ أنيس عن النحت، يقول عن النحت أنه يقال عن النحت أنه موضوع أنسنة الحجر، أقصد بالأنسنة هي الإنسان الحجر والصليب أو تبديل الجامد إلى ذو روح. ويقول بيكاسو أن الأمر لا يحتاج أستاذ أنيس إلى أكثر من نفض الغبار وتهيئة المادة لمرور يد الفنان عليها لتعطي لها الهوية، هوية جديدة أقصد بمقدار ما فيه من الحرية. هل يحدث هذا معك في أعمالك أستاذ أنيس؟ السؤال اللي سألتيه حقيقة سؤال يعني يحتاج للكثير من التوضيح. قول بيكاسو من نفض الغبار من الأشياء هو حقيقة. ليش؟ لأنه that's why الناس تقول عجيب الفنان بس يخلي إيده على شيء يطلع شيء جميل، هو هذا نفض الغبار. بس الفنان الحقيقي اللي يعرف من أي زاوية ينفض الغبار ومن أي معدن شلون يتعامل ويا أي معدن حتى يحوله إلى شكل جميل وناعم يقصد بالحديد مثلا عيون جميلة أو امرأة شفافة، هو حديد. شلون يصير هذا؟ يصير هذا نفض التراب وهذا هذا الفن. أنا أريد أعرف شنو هوية أنيس فنان، أنا شنو هويته بهذا الموضوع بالنحت بالتحديد؟ أنا بالحقيقة النحت يسحبني إلى قصة اليوم ذكرتها يجوز تفيدك بهذا القصة. كنت صغير يمكن بالابتدائية، جيراننا كان يجيب طابوق، يريد يبني بيته لطابوق صغار مكسر مع فقر الحال طبعا، فأخذت وحدة من الطابوقات وبديت أنحت منها أريد أسوي وجه. فكان السؤال اللي عندي إنه معقولة أنا أقدر أسوي وجه من هاي الحجرة المكعبة اللي شكلها قبيح؟ سويت وجه بكل بساطة طبعا، وجه بسيط وعلى إمكانياتي. والمفارقة الحلوة من طلعت بالباب أريد أشوفها الحجرة المعلم الرسم مالتنا، فشافني أبل طابوق أبل، فقال لي تعال هاي شنو منين أخذتها؟ قلت له أخذتها منها يا عمي، سويت بيها تمثال. قال لي جيبها، شالها وشمرها بنص الطابوق، ضاعت علي، يمكن انكسرت هي ما أعرف صار بيها. هاي زرفت قلبي بوقتها، لأن يعني حسيت إن العمل اللي قمت به أول عمل في حياتك يعني ما يدري هو حقه طبعا الرجل. وأنا قصدي إنه هذا الحديث صحيح 100%، لأنه أنا من طابوقة مشمورة بالشارع أريد أسوي منها تمثال وأريد أسوي منها كذا، ويا ما فنانين عظام سووا من الحجر المكسر من الخشب من ذلك. الفنانين ما يذبون كل شيء، أنا برأيي غير خشب مكسر حديد بيوت ودائما نشوف بيوتهم فوضى طلع منها جميلة الفوضوية يعني هاي غير سالفة. بس هذا الفن يعني تخلق إبداع من الناس اللي تشوفه مو بديع. أستاذ أنيس يرى هيكل في النحت ويعتبره من أرقى أنواع الفن، لأن الروح الحرة يمكن تتجسد بشكل إنساني، لكن المزاج والشعور والنظرات لا تتمثل في النحت، بل هي أفضل يمكن كما يقول البعض في الرسم والشعر والموسيقى. كون وسائل النحت يمكن أستاذ أنيس هي مادة غليظة، أقصد الحجر والنحاس وأيضا الخشب، برأيك أريد أعرف أستاذ أنيس أين تكمن خصوصية النحت؟ هذا السؤال أنا برأيي مهم جدا. ليش؟ لأنه هو الفنان مجرد أن طلقنا عليه اسم تسمية فنان، لازم يتعامل بالمشاعر، لازم رسم، نحت، تصوير فوتوغراف، تصوير هاي الحلقة، لازم أكو مشاعر. من مكان إلى مكان راح تختلف. نرجع على
النحت. أنا برأيي النحت النحت لأن تتعامل ويا بعد ثالث. نعم. اللوحة مسطحة. نعم. الفوتوغراف مسطح. نعم. لأنه في بعد ثالث بالنحت. أنا أحس بنفسي داخل داخل بالعمل أكثر، لأنه بالنحت أحس بأصابعي، أحس بأصابعي، لذلك النحاتين من يشكل العين ويطلع الخشم يحس جاي يتعامل بهاي المادة، لذلك النحت تطلع منه مدارس، تطلع منه مدارس، ناس يحبون الأشياء المسطحة الملساء الناعمة اللماعة، في حين أكون الناس يقول لك لا خلي هاي الخشونة هاي الروحية المكعبرة تطلع معاني كثيرة. وبالفعل هذا العمل. نعم. هذا العمل ماكو ديتيل بي، ولكن إذا تشوفين يعني هذا إذا تشوفينه من راح يتجمع وينصب البرونز ويقعد على القواعد، يعني أنت بالضبط هسه جاي يحيش إنه هذا الكتف من قد ما رافع إيده بقوة هذه العضلة طالعة، في حين ماكو تفاصيل دقيقة بي. نعم. العمل الفني عمل كبير، لكن البعض يقول الموسيقى والشعر يمكن وحتى اللوحات التشكيلية يعني تمثل الوجه والتعابير هي أكثر من النحت. أنا ما أحس هذا، أنا أحس النحت بأكثر وجع قلب، بأكثر وجع قلب، يعني تتعاملين وياه بحسرة. يمكن بالرسم أنا من أرسم أكتم النفس، يعني أذوب باللوحة بس ما أحكي، ما أقدر أحكي، مرات أحكي وياها بس النحت لا ما أقدر أثور عليه. That's why في قصة حقيقة هي طبعا مايكل أنجلو. مايكل أنجلو من نحت تمثال النبي موسى، من أجمل الأعمال. نعم. عندي طبعا أجمل الأعمال. وصل مرحلة هذا الرجل الفنان العبقري المعماري المهندس الكذا وصل مرحلة ضربه بالشاكوش مالته، شاكوش كبير كان ينحت به، فصرخ صرخة عميقة من داخله، والصرخة تزامنت ويا ضربة الشاكوش بحيث هو ما يدري، فمن ضربات كانت الكلمة انطق، يريد يحكي، يريد يحكي، يعني بالضبط هي بين قوسين جاي يقول له شنو ناقصك غير أن تحكي، which is هاي مرحلة مو سهلة إحنا نوصلها ولا أي واحد يوصل لها، يريد يحكي. وصل أنا أقصد إنه المادة الغليظة اللي يستعمل منها النحت هي الخشب والحجر، أيضا هي تبعث إنه على الخشونة شوية بالتعامل الفني أو خشونة. صح خشونة، يعني الدليل شوف أصابعي إيش صار بيها، بس هذا الزمن غير ذاك الزمن، يعني ذاك الزمن قبل 30 40 50 سنة كانت المطرقة وال يعني هاي الأدوات البسيطة، بس حسة تشوفين أدوات هائلة، يعني للحفر كلها مكننة وكلها تتعاملين ويا الحديد، كانوا يتعاملون وياه بساعات، حسة دقائق، الصب تغير شكله ونوعيته، حسة تقدرين يعني حسة هذه الأعمال الصغيرة أقدر أحولها إلى عمل كامل مثلا في 3 أيام 4. نعم. إلى أن يكمل بالصب ماله وبالش وكذا ودادا، ما كان هيك بهالسهولة. أنا برأيي التكنولوجيا من دخلت شوي سهلت هواية من الأمور سهلت، بس يبقى الفنان يعني خليني أحكي فنان ما وصلت هاي التكنولوجيا أو ما عنده إمكانية أو في إمكانات أخرى ما يقدر. دائما شاهدنا بعض الفنانين مثل فنان نجم شيشان وهو كان ينحت أمام جمهوره في واشنطن بالإيد، يعني أمام الجمهور يطلع تماثيل حلوة من الطين، في أشياء كلش حلوة. وأكيد أستاذ أنيس نحن أيضا نحب أن نحيي كل فنانينا في مختلف المجالات، وأيضا إن شاء الله نبقى نتواصل وياهم وأيضا نغطي نشاطاتهم هنا في أمريكا. أنا كلش شرفت بجيتكم وحقيقة كلش فرحان، أدعوكم رجاءً نروح للبيت
نتغدى واشوفكم اعمالي الفنيه. عندي اعمال جميله ونقعد ناخذ لنا ساعه ساعتين وهم تعبانين. اهلا وسهلا بكم ان شاء الله. واحنا ايضا نحب سلمي لي يا طيور الطايره وسلمي لي يا شمس الدايره وسلمي لي يا طيور الطايره وسلمي لي يا شمس الدايره أكيد سعيدين ميساء هذا اليوم نكون بضيافتكم هنا عائلة عراقية وأيضا فنان قديم فناننا أنيس عبد الصاحب وأكيد تعبناكم اليوم بالغداء. أهلا وسهلا بكم يا أهلا بكم ما أريد أعرف شو راح أقدم هواية ثلاث عراقية سوينا وإن شاء الله أنتم من البصرة. أنا من البصرة. نعم. وين بالبصرة؟ أنتي بصرة. بصرة أنا من خار الزبير. أنا شنو ساكنة أنا بخار الزبير وبعدين طلعنا من العراق من 83. يعني اليوم رحنا في الأكلات البصراوية أكيد. بصراوية. أكيد بيفشي بصرة. إيه سمعت. ميساء حكيتي عن البصرة، أنا عرفت أنتوا تحولتوا لبغداد أيضاً. إيه من 83 طلعنا. وبعدين يعني رجعنا هم رجعنا مرة ثانية للبصرة بس بقينا 3 سنوات 4 لأن والدي يشتغل بالحديد والصلب وإحنا أعمالنا صغيرة كنا بالبصرة وطلعنا طلعنا ظلت عند الذكريات هناك بالبصرة عالقة بذاكرتك يعني صغيرة أنا طلعت تقريبا يمكن 7 سنوات 8 فما أتذكر هواية التفاصيل لكن ببغداد أكيد عن الذكريات هواية ذكريات بس أحب أقول شغلة لأن أنيس وأنا بالبصرة خطبني هي هاي من هي صغيرة فيعني هي بالفترة الخطوبة طلعنا لبغداد تحولنا وبعدين احنا جبناهم البغداد شيناهم احنا فيعني ايام هوايه عندك احد بالعراق؟ انه هسه لا كلهم طالعين كل احنا طلعنا هي بالحرب كلها طلعت ما بقى احد سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي ثاني هسه هذا وز للدجاج دجاج محشي وعليه لوز وجوز وشوية تشينجلي تعدتم بالأكلات العراقية من قاع السنة من الغربة ما أثرت بكم أكيد ما ننسى أصلنا سلام سلامي على اللي حاضر معنا سلامي على اللي خالي مكانا سلامي على اللي حاضر معنا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي مالي تذكر أسامي
سلامي على اللي صار المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة، سلامي على اللي صار المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة. بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا عزيزي وصاحبي. أستاذ أنيس، مهمة الفنان تختلف عن مهمة المؤرخ والفيلسوف، فهو ليس مجبور أن يعكس الواقع بأكمله، ولكن الواقعية أستاذ أنيس في الفن هي الوعي بالمشاركة في خلق وتجديد الإنسان. أريد تعرف الفنان أنيس شلون ينظر لمشاركة الفنان في تغيير العالم. مسألة تغيير العالم وتغيير أجزاء وجزئيات من خلال الفن مسألة كبيرة، لأن الفن وخاصة الفن التشكيلي الإنسان يتعامل ويا لون، لون وشكل. اللون يجب أن يكون مؤثر، يجب أن يكون يأثر على المتلقي، والشكل أيضا إلى كثير من الأمور اللي تأثر على المتلقي. إذن من يحب المتلقي، من يحب لوحة، من يحب عمل فني، من يحب، إذن هو يتغير من جمال إلى أجمل إلى أجمل. أنا برأيي في لوحات، في أعمال هائلة تخص الفنان نفسه. نعم. وجمالياتها تبقى محدودة عند الفنان، بداخل الفنان. ليش؟ انطلاقا من الظرف اللي نفذ به هذا العملية. يعني في أنا حبي للعراق لا يوصف. سمعت مثلا ضربة قذيفة في على ملجأ العامرية، هزتني ودمرتني. شلون أسويها؟ شلون أنقلها؟ شلون أخلي العالم والناس والمشاهد يتفاعل ويا هذا الحدث؟ أستخدم اللون القوي، الشكل المؤثر، موضوع اللوحة كلها. بالتأكيد العمل الناجح هو مؤثر نمبر 1 بالمشاهد. أستاذ أنيس، أشوف كل لوحاتك هي سريالية، وعندك بعض اللوحات من الفن الحديث. أريد أعرف يعني قريب السريالي عليك حتى تكون كل لوحاتك بهالطريقة. السريالية هي مدرسة عظيمة، مدرسة رائعة، هي مؤثرة بي من زمان، وهسه استحضرتني فد قصة قديمة. كنا بالبصرة، اكو في سينما بالعشار، منطقة العشار، اذا انا مو ناسيها، يمكن اسمها سينما الوطن، يمكن سينما الوطن. اي بالزمان كنت يمكن بالاول متوسط، ما ادري بالسادس ابتدائي، والله ما اتذكر بالضبط. بس هسه ذكرتها، الصورة كلها واضحة صارت قدامي، رايحين فيلم انا واخواني بالسينما. احنا الناس جاي تباوع على الفيلم، وانا استهوتني لوحة عمل، هو بالحقيقة مو لوحة، عمل نحتي لفنان عراقي مخلينها بالقريب الثقف، مساحة رهيبة، يعني 10-15 متر طولها. هي عبارة عن سيدة، امرأة مستلقية بطريقة جواد سليم. جواد سليم يتعامل ويا جسد المرأة، انتفاخات يكبرها أكثر مرات، يعني يبرز الانحدارات المميزة بجسم المرأة. وهي سريالية، يعني اللي يشوفها هي امرأة، يعني تأثرت بالمدرسة السريالية. صدقيني هاي انطبعت بدماغي، يمكن أنا أقول يمكن هذا واحد من الأسباب اللي بديت على أساسها، بالإضافة طبعا
فنانين عظام، سلفادور دالي هذا أبو السريالية، يعني من عشاق لوحاته. يعني الفن السريالي، أنا بتحليلي الفن السريالي يظهر شغلة جدا مهمة. يظهر طاقة الفنان كرسام محترف، كرسام محترف. زائداً لوحاتك نشاهدها كلها، زائداً أفكاره، زائداً أفكار، زائداً تخيلاته. فيمزج بين الشيء الحياة اليومية وما يترتب عليها بالمستقبل، وكأن يكون جسد معاني، فيضخم الصدر بشكل هائل، يريد يبرز المعاناة اللي بداخله. وهاي احنا نحسها، يعني انا من تصير عندي مشكلة مثلا اتألم وافكر، احس بضيق بصدري. وانا رسمت لوحة هيجي، كنت في حدث صار لي بعمان، كنت متأثر جدا من في الموضوع ورسمت لوحة. صدقيني ما اعرف شلون رسمتها، بس فاينالي بالاخير افتهمت انه شكل صدري متضخم جدا من قد الهم اللي بداخلي، وخصري يكاد ينقطع لانه ما اكل ما اشرب، بس اهم بهذا. قصدي انه السريالية هي مو، يعني انا برأيي السريالية فن متطور هائل. أستاذ أنيس، هذا اليوم أكيد نريد من خلال برنامجنا أن نسلط الضوء أيضا على التجربة الإبداعية للفنان. فهناك من يقول أن الموهبة وحدها لا تصنع الفنان، فإنها تموت إذا لم تنميها التجربة. بمعنى أن التجربة أستاذ أنيس والموهبة جناحان لعبقرية الفنان وطريق للتعبير عنها. أريد أعرف شلون نفهم هذا الطرح. أختي هذا السؤال صحيح، يعني التجربة أو الموهبة يا ما انقتلت مواهب، يا ما انقتلت مواهب سببها ما عنده فلوس، لو ظرفة غير مناسب أني ننميها، أو مرض أو كذا أو كذا أو كذا. إذن الله خلق موهوب جدا، إذا ما عنده، يعني أنا واحد من الناس الله أعطاني موهبة، الأشياء اللي دفعت لهذا هي والدي كان يشجعني على الرسم ويحب، هو كان هم يرسم، يعني دائما الاستمرارية بال يعني التجربة. مثلا إذا انشاهد أستاذ أنيس أنه هناك كثير من الشباب اللي عندهم مواهب جميلة جدا ومواهب كثيرة، لكن ما يستغلون هاي المواهب، ما ينموها بالتجارب حتى يطورون مواهب. التجربة أنا في رأيي مرتبطة بالزمن. التجربة هو أنا أحكيها بحرقة هسا، يعني تألمني هذا الحديث، يألمني ليش؟ لأنه أكو ناس هواية فنانين وما تصدقين، إذا في مرة رحنا زرنا متحف الفنون التشكيلية بديترويت، المتحف طبعا بفطاح العالم، يعني أعمال لا تصدق. ولكن الأغرب من هذا واللي يثير علامة الاستفهام الكبيرة، إنه أجمل الأعمال مكتوب عليها أنن آرتست، فنان غير معروف. هذا الله اللي يدري، يمكن الصدف خلتها يكون ما معروف، بس هذا نتاجه. قصدي إنه في مواهب بهذا العالم. حضرتك أنت هسه يعني أثارت نقطة جدا جميلة، في مواهب قاتلة، بس يعني لو ظرف غير مناسب لها. أجين أقول لك، أي شيء ما يخدمه يقتل، تنقتل بالمهد، بالرحم تنقتل هاي الموهبة. أكيد. بالرحم.
أستاذ أنيس، كما هو معروف بأن العمل الثقافي والإبداعي يتطور أكثر، يعني مر بمرحلة التزاوج الثقافي، وباعتبارك فنان عراقي له من الاختراف فترة طويلة هنا في أمريكا، أريد أعرف ما الذي أضافت تجربة الاختراف لك، وما هو تأثيرها على إنجازاتك أو إنجازك أو منجزاتك الفنية؟ الفنان مهما أيا كان إذا يصيب بين الجوع والحاجة والعازة واللغة والتفاهم ويا الآخرين والمرض والكذا، هاي كلها أنا زائدا هذا إذا فنان، إذا فنان تشكيلي، إذا فنان بصورة عامة، شاعر، أديب، قاص، هذا يبدع يعني غصبا عليه يبدع. أنا برأيي إذا ما يبدع يعني أنا في حل من أمري، يعني إذا ما يبدع معناها ما أثرت بي هاي، وإذا ما أثرت بي معناها ما تفاعل ويا ظرفه. لذلك أنا أقول الغربة مدرسة كبيرة، واللي ما يثبت جدارته بالغربة ما يقدر يثبتها بغير مكان. اللي ما ينجح شاهدنا أعمالك المميزة هنا أستاذ أنيس، يعني أعمال فنية وأيضا منحوتات جميلة جدا. أيضا أنت تعمل عمل مميز هنا في أمريكا، هو أنت صايف ريشة جميلة جدا متكاملة من الصياغة والنحت، وأيضا منحوتات جميلة جدا. أريد أن نتكلم أستاذ أنيس عن هذه اللوحة الجميلة. هذه اللوحة لزوجتي، لحبيبتي، صديقتي، هذا وعد مني لها. وعد إنه تخلصها؟ هي وعد، يعني أنا كنت أتمنى أرسم لها فد بورتريت حلو. هاي الكراتشي والعقد لها قصة، يعني هذا هدية لها بمناسبة عيد زواجنا. أنا حاب أترك ذكريات جميلة لها باللوحة. هي مرأة تستاهل كل محبة مني، ويعني هي شهادة مني ومن الآخرين لها. هذا البورتريت أنا كلش أحبه، وأجين هو وعد مني لها، يعني كنت أقلها دائما لازم أرسم لك صورة ما أريد أقلبها إلى حزن، بس تعتز بيها وتفتخر بيها. بيها شغل طبعا، هي بعد ما خلصانة بيها شغل، تأخذ لها وقت فد شهر شهر ونص، وإن شاء الله تشوفونها بشكل أفضل. يمكن عوضتك عن الغربة؟ بالتأكيد، وأنا عوضت عن غربتها، لأن إحنا عانينا، والمعاناة تذوب مشاكل وتخلق حب جديد. ومن أقول حب جديد، زوجتي كانوا أهلها مو هنا، وهي دائما كانت تقول لي يصير خلاف صغير وبسيط، فقول لي أنت شلون تقدر تزعلني إذا أنت كلهم بالنسبة لي، يعني أخ وأم وأبو، إذا أنت زعلني أنا وين أروح؟ وين أروح؟ That's why أقول لك هاي اللوحة هي مو هدية لها، هي وعد أنا، لأن أنا ممنون لها. أكيد مشاعرك الجميلة جدا لزوجتك أكيد نعتز بها، وتحياتنا لها مرة ثانية. أستاذ أنيس، لفت نظري هذه المفهود الجميلة جدا. أنا أشوف أنه وجه عائلة عراقية، عائلة الأم، الأب، الأطفال، شو تعني هذه المنحوتة؟ هذه المنحوتة هي يعني بداية عمل فني، طبعا هي راح تتشعب إلى بعد كاملة؟ نو، بعد ما كاملة بها بعد كثير من الأجزاء، بس هي اللي أنا أصورها لحظة سقوط قذيفة.
هذه اللحظة احنا عشناها يعني في البصرة، عشناها في زمن ما، العائلة الوحدة تبدي تقول هذا القصف بعيد، من نسمع قنبلة صارت أقرب احنا نتقرب أكثر، من وحدة تصير أقرب نروح نختل جوا الدرج، من وقعت وحدة باب البيت باب البيت احنا جوا الدرج واحد كمش الثاني واحد حضن الأخ. أنا برأيي هاي اللحظة هي لحظة خوف، لحظة حب، ولحظة حياة، ولحظة أمل، كل لحظات العالم بهاي اللحظة. أنا بقت ببالي هذا الحدث، بقى ببالي كنت أتمنى أجسد هذا الشيء، هاي اللحظة في عمل، وهذا هذا هذا لحمة العائلة. ما تعرف الخايف والتشبث بالحياة، تشبث بالحياة. فهذا عمل يعني ما خلصان بالحقيقة، راح أصبه من البرونز وارتفاع تقريبا نص متر، أعتز بي جدا وقصته. جميل جدا، شكرا شكرا. أمام حنين لهم وياه، أمام حنين لهم وياك، مرسال مرسال الدمع بفراقهم يا شكرا جزيلا ميساء على هذه الضيافة، وأكيد أني سعيدة جدا أنه أكون بين أهلي وناسي، عائلة عراقية متميزة وأيضا فنان جميل جدا ومبدع بالغربة. شكرا جزيلا على هذا الأكل الطيب، أكلات بصراوية جميلة. ثانك يو عمر أنت. وأحب أحكي هيجي كلمتين، إحنا يعني عراقنا ما ننسى، ويعني جاي نعلم أولادنا يعني يكبرون ويعني نعلمهم إحنا شنو هناك بالعراق، يعني ما ننسى أصلنا وما ننسى عاداتنا وتقاليدنا، وبعدنا يعني نحن بالعراق ونحن إن شاء الله يا ربي نتمنى من الله يصير الوضع العراق زين ونرجع، كنا نرجع أنا وأنيس وأهلي هم هنا، وكنا نرجع إن شاء الله. أنا أريد أعرف إنه أولادكم هنا يدرسون ميساء، أو أنا شفت أولادك مدارس متميزة وأيضا شهادات، تعلموهم إنه يرجعون بهاي الشهادات يخدمون بلدهم العراق؟ إن شاء الله إن شاء الله. نور عدي ابني الكبير يعني يحب يشوف العراق، لأن هو طلع صغير من العراق، وأمير، ولأنهم ما يعرفون شنو يعني بلدنا ووطننا، بس لازم إن شاء الله ناخذهم ونروح للعراق. خلينا ننتقل ميساء إلى أنيس. أنيس، الغربة صعبة جدا، 18 سنة وأكثر من 18 سنة هنا أنت في أمريكا. أريد أعرف الغربة إيش أثرت على شخصية الفنان أنيس عبد الصاحب؟ شفتي أعمالي الفنية، أنا كاد أكون واحد من الفنانين اللي ذائب دائما بالعراق. نعم. لذلك أعمالي تكاد تكون في 80-90% من عدها عن قصص العراق. نعم. ويعني بكل التفاصيل، الحنين والاشتياق والذكريات الجميلة وجامعة البصرة وشو البصرة. البصرة مأثر بيك هواي. أنا عاشق للبصرة، أنا عندي أحب زوجتي وأحب البصرة. زوجتك لأم موجودة؟ قدامي طبعا. بس البصرة عشق، يعني بالنسبة لي عشق كبير كبير، ذكريات حلوة. ذيك أيام البصرة، ذيك أيام البصرة، ذاك الإنسان العراقي الأصيل. يعني أنا هسه أتعجب مرات يحشون ناس على هيك صاير بالبلد وهيك صاير، ما يعني ما اتوقعه، ما اصدقه اصلا، ما اصدقه. لذلك انا امني عندي انا وزوجتي، يا رب ان شاء الله تحقق، اروح اشوف البصره.
برنامجنا الفيحاء في أمريكا دائما عندنا رسالة لكل المغتربين العراقيين المتواجدين في أمريكا. رسالتنا هي أنه لازم يعود الكفاءات والخبرة والشهادات العالية. العراق بحاجة إلى أبناء بالخارج، العراق بحاجة إلى كل إنسان يقدر يخدم وينطي للعراق. وأكيد هاي أمنيتنا وأمنية كل العراقيين أنه يرجعون أهل وناس وخارج العراق. أكيد ما بلا شك، إذا ما رايحين على أي سبب فهو الحنين اللي يسحبنا، وإذا بس الحنين اللي سحبنا هم كافي. يعني اللي يرجع بشهادته، اللي يرجع بخبرته، اللي يرجع، صدقيني إذا أنا وياك وزوجتي والمصور وخطار اللي موجودين، كل واحد من خبرة وحدة، بس وحدة، العراق يقعد بالمكان المناسب، بالمكان المخطط له صحيح. إذا نشتغل كلتنا بشكل صحيح، أصور البلد بخير إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا جزيلا سعد أنيس على هذه الضيافة، وأني أتمنى أنه أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم وعلى عائلتك هذا اليوم. جميلة بالدرجة الأولى. وأهلا وسهلا بكم، يعني أنتم نقلتونا نقلة نوعية منا للبصرة للعراق، ورجعتونا في خلال ساعات. إن شاء الله الفيحاء تبقى حلقة وصل بين أهل وناسخ خارج العراق. وشكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أخذني وياك خذني هناك الفي قلبك. أخذني وياك خذني حتى روح تنام عصفورة جرف بل الجناح القيض. خذني وياك. We'll be right back.